المناقيش السوري بالزعتر وميكس الجبن زي ما طلبتوها سهله جدا. هجيب بوله احط فيها نص كوبايه حليب دافي عليهم نص كوبايه ميه دافيه ومعلقه كبيره خميره فوريه معلقه كبيره سكر واربع معالق زيت زيتون بيضه واخلط كويس 3 كوبايات دقيق واعجن كويس لحد ما العجينه تلم معايا بالشكل ده. هدهن البوله زيت زيتون واحط فيها العجينه واسيبها تخمر لمده ساعه ونص. 4 معالق كبار زعتر عليهم 4 معالق زيت زيتون اخلطهم كده. اول حشوه جاهزه كوبايه كبيره ميكس جبن عليهم معلقه بقدونس مفروم معلقه جبنه كريمي تاني حشوه جاهزه. العجينه بتاعتي اتخمرت هرش دقيق وهعمل عجينه على شكل كور بعد كده افردها على شكل دائري ادهن عليها الزعتر وادخلها فرن متسخن على درجه حراره 200 لمده 10 دقائق بس. هاخد الكور الثانيه واشكلها شكل بيضاوي احط فيها حشوه الجبنه واقفلها بالشكل ده ادخلها برده الفرن 10 دقائق بس. اخرجهم كده المناقيش بتاعتي جاهزه. احلى فطار مع كوبايه شاي. Likee.